أقامت اللجنة الأهلية للفعاليات الوطنية بالمحرق مهرجانا عائليا بمتنزه دوحة عراد بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وذلك بمشاركة الأسر المنتجة والمركز البحريني للحراك الدولي، فضلا عن توافد العائلات البحرينية التي حرصت على الحضور في هذا التجمع الوطني الخليجي. الزميل صالح يوسف والتفاصيل. لا زالت البحرين مرتدية وشاح العز في صدرها بلونيه الأخضر والأحمر، حيث تتواصل الفعاليات والاحتفالات بذكرى اليوم الوطني السعودي. ومن منتزه دوحة عراد عزفت ألحان البهجة في نفوس المشاركين في هذا المكان الذي ضم فقرات متنوعة ومتعددة. الغرض من الفعالية هذه هو دعم الأسر المنتجة ومشاركتهم في جميع الفعاليات الوطنية، كذلك إرساء حب القيادة والوطن في الناشئة وهم الأطفال من خلال عطاهم هدايا بسيطة ومشاركة في بعض الفعاليات. احنا نحتفل بيوم وطني هو للمملكة العربية السعودية، وكل مواطن بحريني يفتخر باليوم الوطني لبلاده مملكة البحرين واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. احنا نحتفل في هذا المكان الجميل بفعالية وطنية لأخواننا وأشقائنا المملكة العربية السعودية، واللي يستاهلون منه طبعا كل هذه الاحتفال وكل هذه الحب. وهذه الفعالية اليوم جسدت روح المحبة والتعاون بيننا وبين المملكة العربية السعودية، والحمد لله ما شاء الله الحضور ما شاء الله كمثل ما تشوف كثير. عائلات وشخصيات شاركت مع أبنائها في هذا التجمع الذي التفت للجانب الاجتماعي والإنساني، فركز على الأطفال والمعاقين وكذلك الأسر المنتجة. أي يوم وطني لأي دولة خليجية، كانت البحرين، الإمارات، الكويت، السعودية، هو يوم وطني للبحرين لأي دولة خليجية. احتفالنا اليوم هو مشاركة ومساهمة من شعب البحرين مع الشعب السعودي أو أي شعب خليجي. حقيقة ما قامت فيه هذه اللجنة المنظمة، الدور اللي قاموا فيه حقيقة يشكرون عليه، وهذا تميز، هذا تميز الشباب البحريني في كل فعالية. هذا يعطينا احنا الثقة أن البحرين ما زالت بخير وشبابنا بخير، وأتمنى أن مواصلة هذه الاحتفالات نبي نفرح بهذه الأيام، نبي نجعل أيامنا كلها فرح وكلها سرور. البحرين بخير وسلامة، ملكنا وملك السعودية وملك إن شاء الله الخليج كلهم يعطيهم الصحة والعافية، شيوخ الخليج يحفظ البحرين إن شاء الله من كل سوء، ويحفظ إن شاء الله السعودية حبايب وأهل، وما ننسى السعودية في وقفتهم لنا تاج على رأسنا، واليوم عيدهم عيدنا، عيدنا من عيدهم وعيدهم من عيدنا. يا سلام على السعودية، سلامي عليكم يا أهل السعودية، حيا الله أهل السعودية، وإن شاء الله نتشرف يا أول البحرين كله تشرف السعودية، أي أحد يستقبل السعودية نحطهم في عينه ونقمض عليهم. أشهد أشهد البحرين، أشهد أشهد السعودية، حروف الوطن الحانية كانت شعارا ردده الصغار في هذا المكان، في معنى جسد محبة هذه الأرض وقيادتها في نفوسهم. أنا أحب مملكة البحرين وأحب المملكة العربية السعودية، جزاهم الله خير، وأول شيء لازم نشكرهم أنهم يخدمون الحرمين الشريفين، عسى الله أن يجمع مملكة البحرين وقيادتها مع المملكة العربية السعودية على كل خير إن شاء الله. أحب البحرين وأحب السعودية كثير كثير كثير. فعاليات شتى تجوب البلاد، فأعياد الرياض لا شك أنها أعياد للمنامة وأهلها. كديدنها في كل عام المحرق ترتدي ثوب فرحتها المزين باللون الأخضر، فتجدد الذكرى لهذا اليوم العزيز الذي يؤكد دائما أن البحرين والسعودية قلب واحد ومصير مشترك. لتلفزيون البحرين صالح يوسف.